السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. اول حاجة حبيت نشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم الرائعة في الفيديو اللي درت تحفيفة الوالدين. نشكركم بالبزاف وبارك الله فيكم، يعني تعليقات ولا اروع. وحبيت تاني نرحب بالمشتركات الجدد اللي دخلوا معنا. مرحبا بكم معايا في القناة، إن شاء الله نستفادوا كامل مع بعض. كما راكم شايفين هنا البنات، يعني الروتين من بعد تحفيفة ولدي، من بعد يعني ما غسلنا لموعنه كامل، الغدوة من ذاك كملت شغلي. كما على بالكم كي تكون يعني كي يكون يعني الوليمة ولا حاجة في البيت دايما يكون العيا. ما حبيتش يعني نكمل في الليل حتى غدوة صباح، يعني كملت شغلي كما راكم شايفين. هنا البنات بنتي راهي يعني تدير الجاتو اللي بقى داخل لي بواط، هكذا باش نغسل كامل المواعن اللي بقاو كما راكم شايفين، ونبدأ نكمل المواعن ديالي كامل، نحطهم في مكانهم، كل حاجة نردها لبلاصتها. هكذا البنات بقوا معنا يعني نكملوا الروتين تاع اليوم. من بعد راح نولي لكم تشوفوا يعني واش نديروا للغدا ان شاء الله، الطبق ديالنا ان شاء الله تاع اليوم. ابقوا معنا. هكذا البنات من بعد ما خلصت كامل شغلي يعني في الكوزينه، يعني بقات لي غير البلاصه وين رايحه ندير الفطور ديالي. هنا البنات قبل ما يعني نغسل المواعن كامل اللي بقاو لي هنا، حبيت قبل نغسل يعني عندي شويه كروفات هنا وعندي شويه لي كالامار، هادو جابهم لي خويا ربي يخليه، وحبيت يعني نديرو فطوري تاع اليوم. اول حاجه بديتها هو غسلت لي كروفات ديولي ولا الجمبري تاعي، وثانيت لي كالامار تاعي كما راكم شايفين. من بعد يعني ما نغسلهم كامل راح نولي البلاصه هذه كما قلت لكم، يعني وين كان المواعن اللي مازال ما غسلتهمش راح نكملها من بعد.
هنا في نفس الوقت رايحة يعني نجاوب على تساؤلاتكم. يعني بزاف اللي قالوا لي ولا خوك يخدم في البحر، ولا عندكم فلوكة وكامل، ولا عندكم بابور. أنا حبيبتي، أنا كامل دارنا يخدموا في البحر، يعني خاوتي وبابا الله يرحمه كامل يخدموا في البحر هنا في بجاية، ومعروفين في بجاية. وحتى لدرك مازال خاوتي يخدموا، يا ربي يعطي لهم صحتهم يا ربي. وبالنسبة للفلوكة، كنا عندنا فلوكة ماشي درك، يعني بكري كنا عندنا فلوكة، هذه هي. وكما قلت لكم هنا، من بعد ما غسلت كامل لي كالامار ديالي ولي كروفات، يعني لي فخوي دماغ ديالي، رايحه ندير لي فخوي دماغ بالروز. يعني طبق سهل ومهل، ما فيهش بزاف صعوبات، تقدروا ديروه في اي وقت. من بعد وليت يعني كملت كما قلت لكم البلاصه هذه وين كان لوفيي، نحط يعني نغسل كامل المواعن اللي بقاو لي، وغسلت اللوفي ديالي كامل. هذه هي هنا، يعني المواعن كامل رديتهم لبلاصتهم، وخلصت كامل الكوزينه ديالي، فرزتها كامل. من بعد يعني التسياق ماشي درك، حتى يعني نكمل الغداء ديالي ويتغداو، من بعد نكمل التسياق ديالي بعقلي، وتقعد يعني الدار نقية. هذه هي البنات، يعني من بعد ما نقيت البلاصه ديالي كما راكم شايفين، رايحه نبدا في الفطور ديالي في نقع. هنا كما راكم شايفين عندي راس تاع الثوم، يعني كامل حطيته في المهراس، وعندي في الطاجين ديالي الطماطيش اللي درتها في المجمد سبق وجمدت معكم الطماطم، يعني رايحه تسيبوا الفيديو في القناه. وعندي طماطيش مصبره، وعندي حبه قارص وشويه معدنوس، وعندي التوابل اللي هما فلفل عكري وفلفل كحل والكمون وشويه كركم والملح بيان سور ما ننساوهش. هنا البنات في المهرز ديالي رايحه ندير الدرسه. هنا عندي كما قلت لكم راس تاع الثوم، نضيف له شويه ملح، شويه فلفل عكري، وشويه فلفل كحل، وشويه كمون، ونزيد له شويه يعني الزعفران. انتم ما تقدروا تصنعوا عن الزعفران اللي ما يحبش يدير. هذه هي راح ندير الدرسه ديالي في المهراس كما قلت لكم. نهرس كلش، ونضيف شويه زيت الزيتون، يعني قيس مغرفه هكذاك تاع زيت الزيتون، ونهرس كلش مع بعض حتى تترحى كامل. هذه هي البنات الدرسه ديالنا كما راكم شايفين. من بعد رايحه نضيفها فوق لي فخوي دماغ ولا فواكه البحر كما راكم شايفين، رايحه نضيف الفواكه البحر ديالي لداخل. هذه هي طريقتي البنات، يعني البنات الاولين يعرفوا كيفاش نطيب، يعني كلش بارد في بارد. وانتم اللي جايين جدد رايحه تتعرفوا عليا، ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالي في الطبخ. يعني زدت التتبيله ديالي فوق لي فخوي دماغ ديالي، ونزيد كميه تاع المعدنوس هذه هي، ونزيد يعني ان ترونش تاع القارص، يعني مغصو تاع القارص كما راكم شايفين للداخل بقشورو. هذه هي الطريقه الصحيحه كي نطيبو الحوت ولا لي فخوي دماغ ديالنا. بالنسبه للماء البنات، رايحه نشل البرك يعني المهراز ديالي، هذا مكان يعني ما نزيدوش بزاف الماء. كما تعرفوا الطماطم ديالنا راهي مجمده، راح تطلق الماء هي تاني. ونزيد ورقه تاع الرند، ونحط الطاجين ديالي يتقلى، ما نزيدوش بنات الماء، كما يقولوا ناس العاصمه ما نديروش شرورو المرقه ديالنا، يعني الطاجين ديالنا. وبالنسبه للروز حطيته يغلى مع شويه ملح كما راكم شايفين حتى يطيب. هذه هي الوصفه تاع اليوم البنات. بالنسبه للطبق ديالنا، دائما نحتاجوه بالكسره، دائما حنا في بجايه ناكلو الحوت بالكسره والفلفل بيان سور ولا سلطه لازم يكون. هذا هو يعني درت خبزه كبيره تاع الكسره،
وهذه هي القسويلة ديالنا كما راكم شايفين. بعد يعني قريب تطيب، رايحة نطفيلها من بعد. والروس تاني راه طاب، والخبز تاني راه طاب البنات. من بعد ما طاب الروز صفيته كما راكم شايفين، حطيته في طبق شكلته بهذه الطريقة، يعني بالملعقة برك ماشي مول، ولا درت الفتحة هذيك في الوسط، رايحة نعمرها بلي كالامار ديالي ولي كروفات، يعني بلي فخوي دماغ ديالي كما راكم شايفين بهذه الطريقة. وزينتها بشوية تاع القرص وشوية معدنوس، وهذا هو الطبق تاع اليوم البنات. ان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله يعجبكم ثاني الروتين تاع اليوم، ونحيت لكم شوية كسل. هذه هي، ما بقى لي غير نقول لكم ولا عجبكم الفيديو بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم، وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعة، ونشكركم مرة اخرى على تعليقاتكم اللي نموت عليها. والى الملتقى مع فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.